قصة عادية بحال كاع القصص ديال زوجو وزوجته، سمعتيني؟ بحال كاع أي قصص ديال زوج وزوجها ديالته. كان زواج ديال بصح صفري، وكثرت الهضرة بزاف، وكثروا ناضوا الحقوقيين وناضوا الجمعيات وداك الشيء، واتفقنا قلنا نحبسوا هذا الشيء كامل بين ما تهدن الاوضاع وداك الشيء، ولا كانت شي حاجه مكتبه راه الله هو اللي كيكتب داك الشيء، فهمتي؟ لا عادي، داك الشيء كيبقى غير السن، كيبقى غير ارقام، ما كتبقاش في الكبوريه. كاينه الكبوريه واش كبير في عقلك ولا لا، ماشي كبير في السن ديالك، فهمتي؟ كنا مفاهمين وباقيين مفاهمين، حتى دابا راه باقيين مفاهمين، باقي كنهضروا وباقي شحال من حال، ماشي باقا العلاقه مزيانه. بغيتو تسولوني بالنسبه لهيام. الصراحه يعني كان داكشي غيكون، داكشي كان غيكون ملي كثروا كدرت الانتقادات والبوبليك والناس كاع كتهضر وداكشي، صافي حبسنا داكشي. اما باش يقولوا الناس بانني انا كنضحك على المغاربه، المغاربه لا حاشا ولله، المغاربه خوتي وعلى قلبي وتاج فوق راسي. تحيه للمغاربه جميعا، اللي داخل ارض الوطن واللي خارج ارض الوطن، راكم تاج فوق راسي، وبكم الحمد لله باش راني واصله، وبكم باش القناه ديالي الحمد لله تفعلات، وحب الجمهور فيا حاشا واش نضحك على المغاربه. صافي يعني ما بقاش هادشي، حبسنا هاد المهزله ديال الزواج، حبسناها الحمد لله. كيقولوا الناس بانني انا تخاصمت مع هيام، ولا هيام دارت لي شي حاجه، ولا انا درت ليها شي حاجه. لا، هيام بقى علاقتي معاها مستمره كما كانت، باقي حوايجها عندي في الدار، باقي ملابسها الداخليه عندي في داري. هيام لقات فيا شي حوايج اللي عمرها ما لقاتهم شي واحد. انا راه كيقولوا لي لا خرجت للصحافه كتعايرك كتنتقدك، لا حاشا ولله باش تعايرني، انا ما درت عليها باش تعايرني، وانا بغيتها حبا في الله. يعني انا عزيزه عليا هيام، ما نقول لك الصراحه. ربما واحد الاستاذه في اليوسفيه تزوجت تلميذ ديالها وعاش معها الحياه السعيده. انا عمرني ما غنكون عائق في حياه ولدي. ولدي لما خدا هيام غيجيب غير هيام، يقدر ياخذ وحده في السن ديال الام ديالو، ما غنقدرش انا نقول لولدي لا. ما عمرني ما غنكون انا، حيت ولدي السعاده ديالو كتهمني بزاف، ماشي انا. يا ولدي كبرت وكتا ولا تبارك الله راجل، غنوض نقول ليه لا ما تزوجش هادي، واشنو يتزوجني انا؟ انا ولدته باش يعيش حياته، يتزوج هادي ولا يتزوج هادي ولا يتزوج اي وحده يجيبها لي ولدي، انا مستعده نقبل عليها. حتى انا امراه ان شاء الله كاين الجديد. دابا عندنا واحد اللقاء مع نور الدين نيبا، اللي هو الصديق ديالي والاخ ديالي اللي كان بغيه من قلبي، ودرت معاه حتى واحد الفيديو راه طلع الطوندونس، وعندي بيه صداقه زوينه مع العائله ديالو مع كل شيء. وراه دابا عارض عليا الكوتي، غدا عندي اللي كنديروا معاه فيديو كطلع الطوندونس، قالت لي كنديروا معاه حنا فيديو كطلع الطوندونس. والحمد لله ملي جيت لمراكش، ملي وصلنا لاكار كل شيء الناس، وبلال دابا حنا راه كنصوروا، الناس كيصوروا فيا من اللي خذوا راحتكم ابنيتي، اجي تصوري معايا ما عنديش المشكل، الناس واقفين وكيصوروا فيا ما عنديش المشكل. انا كنبغي الناس، والله حبب الناس فيا الحمد لله، وهاد الشهرة جعلت ناس يبغيوني، وقد ما الناس كيكرهوني عندي ناس كيبغيوني قسما بالله. لما حطيت رجلي في مراكش وانا الناس كيعيطوا لي اجي خديجة، اجي خبيلا نوفا، اجي بلال، اجي تعشى، اجي وادي، اجي هنايا، اجي هنايا. من اللي اقسم بالله اخويا، من اللي نزلنا من لاكار وحنا الناس كلها كتعيط علينا، وحق الله العظيم. المفاجأة اللي تلقينا، وجيت لمراكش معروضة عند واحد السيدة اللي هي تلاقيتها في اليوتيوب، وحببها الله فيا، واعتبرتني كبنت ديالها، وانا اعتبرتها كأم، وعمرني ما شفتها، كنشوفها غير في التليفون، وفي معايا في اي لايف كنديرو كتكون هي اول وحدة، وكنعتبرها كأم ديالي. الصراحة أنا كان عندي شي مشاكل هاد الأيامات، وكنت الله اللي عالم بيا، وربي كبير، قد ما بكيت وقد ما طلبت الفرج جاب لي الفرج، عطاني الله واحد الأم، وهداتني واحد الشقة اللي هي في مدينة مراكش، الله يجعلها لها في ميزان حسناتها، والله يعطيها قصر، الله يعطيها قصر في الجنة إن شاء الله. ويعني كنشكر اي من هو مغربي وقف معايا وساندني في المحن ديالي. بغيت الله هو اللي يجازي اي واحد. كاينين افلام قصيره، كاينين بزاف الاغاني اللي مسجلين،
وباقي ما رشقاتش لي نحطهم، خاصهم كليب. كاينين شحال من حاجه، كاينين بزاف بزاف. ها لا لا خليها سكري، خليها سكري. غتحط ان شاء الله هاد الايامات، هذه السيمانه المقبله كنصايب غير في مرحبا، كنتسنى غير في الكليب. كاينين دابا كيتسناو فيه واحد جوج كليبات، خصني نساليهم ون... قريب قريب. وي الا قال لك باغي يمشي للسبليون ياخذ ليه ساريكون. لا لا هذيك كنت كنحلم وفقت ونقول له بغيت نتزوج في ساريكون، و وملي فقت ودورت في دماغي قلت لا لا ساريكون لا. شكرا لقناة السلطة الخامسة، وكنشكركم بزاف على الاستضافة ديالكم، وكيف سمعتونا في مراكش واتصلتوا بينا وبغيتوا تصوروا معنا يحسن لنا الشرف، وشكرا لكم وشكرا للناس ديال مراكش. انا مراكش كنت كنقول مدينتي الدار البيضاء هي مدينتي الاولى، وزائد مدينتي الناظور هي المدينة ديالي الثانية، ودابا وليت مدينتي الثالثة هي المدينة ديال مراكش. ودابا الحمد لله راه مراكش راه ما غنبقاش اي عطلة غنبقى نجي ليها، حسن قد المدرسة ديال ولادي عاد مش غنفكر انني نستقر فيها بمرة ان شاء الله. مدينة مراكش، مراكش الزرقاء، مراكش الحمراء، اش من زرقاء؟ مراكش الحمراء، مراكش البهجة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.